كل والله لا خلعتني ماشي والله شحال عندي نزيد له هذا اللينقص ماشي بوعوي هذا اللينقص صباح الخير لكم حبايب ديالنا كيف انتم لاباس عليكم بخير مزيانين نتمنى ما تكونوا كاملكم بخير وعلى خير مرحبا بكم معنا المهم تقريبا يعني في هذه السيمانه الاخيره جمعكم مطرات ويصل عافاك بغينا فوقاش ترجع للبلاد ويصل عافاك توحشنا الدار ديالك ويصل عافاك بغينا شي روتين في الدار ديالك المهم دابا ان شاء الله يا ربي كما كتشوفوا راه من بعد دابا حنا دوزنا شهر غيعين على الدار مره اخرى دوزنا 20 يوم دابا هاد المره اللي دوزنا شهر من خرجنا هذا الشهر ما عارفين المهم كاين شي شغاب راه بزاف مع السراجم كامل يعني كانوا مجدودين ومع دابا كانت كتفتح ولكن يعني من بعد ما خصنا ديما ينفض وما خص يخمل ويحوك ويسيق ونجمعوا للروينه ايوا خليكم معنا ان شاء الله بدا ما نبدا معكم من الكوزينه رجع لي القشوع اللي جيت لك شي ديال الحلوى اللي جيت نعدو في المجوره ايوا ونخص القشوش ديال العشاء وديال الفطور وديك الساعات ان شاء الله عند حنا معاكم عند الحق صباح الخير عليكم كيف صبحتوا لاباس عليكم بخير يعني نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال الفعليه الجاليه داخل الوطن وخارج الوطن توحشناكم شكرا بزاف على السيبور ديالكم على الدعم ديالكم ربي يحفظكم المهم اخليكم كما قلت لكم وصل داكشي هو اللي كاين صافي دابا غنتعاونوا ونقول لهم صباح الخير صباح الخير عليكم كيف انتم لاباس عليكم شكرا لكم سيدي لو خد اخطاء عاسي كمل معاكم سلام عليكم المشاهدين كيف انتم معا لبس عليكم بخير مزيانين رجعنا لكم بروتين جديد في الدار ديالنا صراحة وحشنا الدار ديالنا بزاف وشكرا للدعم ديالكم عملوا لايك تشاركوا في القناة اللي باقي ما مشاركشي واللي دخل علينا جديد مرحبا بكم عند وصال وعلي بكم عند مروة المهم دابا انا عاد نغسل القشير عرفتي انت باش نعاد عدلو انتينا هزوا ديك الزرابي اللي كاينين انتينا ولادك وليك شكاط حمديها لي لاصال ايوا ومروة عاد نفض الطلامات وتعوض المخيدات تاكو انا سالت الكوزينه بسم الله بركة الله يلاه نتعاونوا نتعاونوا يلاه البرا هادي مغبرة والأرض كاملة مغبرة إلى الأرض معمرة بالغبرة أسرع هنا عندنا فضول نزلو تنجمعو الزبل كامل هنا لهاد البلاصة ديك الساعة ندير الحفرة ديالو في عنده واحد الحفرة حفر له واحد الحفرة كما كتعرفو هنا كبيرة بعيدة على الدار وكنحرقو اللي كنجمعو تما كامل كنعطيه العافية شوفو كاين شي بيرة هنا ما عرفتي كيولدو أنا الصباح الصباح سمعت الدجاجة كتقيق ولدت في شي بلاصة هنا ما عرف فين والله إلا خلعتني ماشي شوف شحال عندو زيد له نزيد شوف شحال عندو هاي يكونو حرموهم هادو غنجربوهم باش غنعرفوهم واش
واش حرام ولا حلال. يعني ملي حنا كنقولوا زعما حرام ولا حلال هي اللي كيكونوا زعما واش مزيانين الاكل ولا فاسدين. ملي كيكونوا فاسدين هما كيكونوا كيكحلوا من الداخل، ولا ملي كيكونوا باقي مزيانين كيكونوا طبيعيين. غنجربوهم في الماء، غنخشيوهم في الصال ديال الماء وغنشوفوهم واش باقي مزيانين الماكله ولا لا. شحال كاينين هنا؟ 3 في 3 6 7 8 9 10 12 هاد الريزاد البيض قال لهم تحرموا تبقى مزيانين. هادو باطل بلاصه واحده، باقي شي بلاصه اخرى كيولدوا فيه. هادي واقيلا شي دجاجه محض النار. البط هنا 12 تبارك. هادي نشوفو واش حرام. هادي تشوفو باش تعرفو الدجاج واش البيطات واش حرامين ولا حلال. كنعدلهم في الماء، الا طلعو فوق الماء عرفهم حرامين كاملين، بقاو يعني في القاع ديال الماء عرفهم حلالين. حلالي ما حراميشي. دابا اذا هادو مزيانين الحمد لله، باقي مزيانين. وجبرت شي واحد اخرين؟ لا شفت غير بلاصه واحده داخل في الفرن الدجاجه طارت وانا كنتبه البلاصه فيها 12. لا باقي تما. خاصك تعلم كيما كيعملو، ماشي تصبر كيعملو ماكيتا يعني. كنت هاو من هنايا فهمتي صافي صافي. هنا تبارك الله، شوف شوفو هذا واجد تبارك الله. هاد الزبد حاشاكم اللي هنا كامل عاود نسيبهم هنا من الصباح باش ملي نحرقو كلشي نجمعو نحرقو كلشي في دقة واحدة. هنا في السطح عاوتاني غنسيقو يرجع مكاقص بزاف مغبر بزاف. باش يا بنتي ما عملتيش نقابض لديك الحوايج انت يلاه شرتيهم طاحو. واش ناشفين كاملين؟ هذا تاي جبناه من الصحراء فيه نص كيلو. تلاجة خويتها من ديك السكر من ديكشي اللي قلتي لي عن خويتها. خويتي هذا العلك هيك ديالاتي. هذا هو اللي كيعمل ديك الجوجوجة اللي كيعمل الرغوة. الرغوة ذاتي. واو يا مروة رجع البيت نظيف جدا. ضروري رجع يا سهلة ما بقاش مرون مسكين. اسمع قال لك اللي ما ولد بنات ما عرفوه باش مات. كاينه دابا تا كان عندي العذري كيف عيب ملي شغل ترى حيدور ولا ترى في الزنقه يلعب. يلاه لا شباطو ترى في التراب كيتكرفح. الشنطه يجري ولا ما عليه ودي باش يخمن لك البيت ويسيق. شوف انا قبل ما نتزوج كنت كنقول يا ربي فاش نتزوج يرزقني الله بجوج ديال البنات. سبحان الله اقسم لك بالله العظيم. بحال حور العين الكتاكيت على الزيونات شبهوا لباهم. يما كخليت هاي 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 قلت لكم هي هذه المهم شبهوا لباهم. يا واحد الحاجه كيعطيها انا ربي كيكون فيها خير لنا. لا انا ما خصنيش البنات، علاش ربي عطاني البنات على شي واحدين الله يهديهم. اللي كيرزق ربي بشي ثلاثه البنات ولا اربعه صافي كيكره المراه
وتقول المراه هي اللي صنعته في كرشه وهي اللي هي اللي عارفه شنو عندها هي اللي خصها ولد ديك البنات وصنعته في كرشه ولدت منه وديك الشيء كيعطي الله والحمد لله رحنا هما المساعي في الدنيا ملي ربي كيعطينا البنات وشكون عباد الله يكون عنده بنات ويكرههم راه هما المؤنسات الغاليات في الدنيا وفي الاخره ربي اللي كان عندك بنات يعني كيعطيك قراض هنا وقراض هنا كما قالت لي الحسيب الله ذكره بالخير وحنا المتتبعه لان كنا تلاقينا في مراكش قالت لنا دابا انتم عندكم واحد القراض هنا واحد القراض هنا يا مريم يا مروه لانهم عارفين البنات الا كما وصى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عليهم اذا اللي عنده البنات وتهلا فيهم ربهم واحد التربيه حسنه ركزوا لي على هذه اللي ربيتي وليداتك مزيانين كانوا واحد التربيه مقصلين وتهلاتي فيهم وتهلاو فيه راهما غيكونوا الونسه ديالك في الجنه ان شاء الله وبسببهم باش عاد تدخل الجنه عرفت من هذا الشيء هذا هادشي هذا ماشي مهنة هادشي هذا من داخل من داخل طلع بصر مروة اختي مالها ديك الكراط لا شوف قرودة مسكية والراس ديالي كباقز عليها الطونوبيل كنت مسع عليها الرودة الطونوبيل تنبخ خارج دابا عاد نهبطو الدروج بعدين نخرجو من داخل نعدي الجفاف باش ما يدخلوش الماء عاد نطلع نهبط الدروج من فوق ساعتين نخرج ديريكت لاطيراس هل هذا اللي قلتيها؟ هو هذا شوفوا يصاب باش كننفض هذا الشيء ما جبرت ما جبرتي حداك غا هذه كان بسيطه هي اللي كننفض بينا واجهتني موسخه ما لحشوا مع هذيك يلاه ولاتي تخرجوا هذا الموكيطه اللي هنايا إلا عرفتوا شكون هادو هما شكون كنتو كنا مزيونين ها انا وها مروة هذه خدامه صغير وراني هنا في يدي ديتكم الكازا وديتكم هنا ساريكم مع الحمام ها الحمام هذه البلاصه ديال الحمام واه صرا مروة ما كانش كتحيد من يدي نطلق ندي على رجلي واحد شويه تبقى تبكي بالعكس انا اللي كنت كتهزني بزاف سول ماما كنت كنهزك بزاف ملي كنت باقا صغيره بحال مروه صغيره بحال مروه هي ما كنتيش كطلق لي لكن عم اللي مروه ملي بقيتي كتكبر شويه صافي بقيتي كدارا بقيتي هذه باقا خدامه قال ما بقاش مروه كانت كتبكي شوف الداله جيتكم هنايا فرحانين وساريتكم وكنتو كتلعبوا مع الحلمات وكتمشيو تجريو عليهم تشبروهم كنا زعوميين مروة تما ما عاد خاصها الحمام عاد شنو كنا خدامه دبك يا لي بلاتي عاد جبركم بنتي نتوما قاضي عاوتاني وانا شرفت با باقي هو هذاك نحسن هنا اللحيه صافي انا نسيت ابا حسن اللحيه ترجع بحال هيدا كان الراي ديالك في راسك كيفاش كنتي مزيونه انت لقا مزيونه
الزين باقي تما، كلشي تما، الزين تما. انت مريم كنت واعره، انا كنت زعره. لا مروه ما كنتي زعره، بجوج بكم يا مروه كنت زعره اكثر منك. بصح والله لقيت انتم ماشي كتكبروا، انتم الشعر ديالكم اللون الشعر كيتبدل، وانا ما شفتوني شخصكم تشوفوا باكم اللي كان باقي صغير. انا ملي كنت باقي صغير قدكم كنت زعره صار مره ما انا ملي بقيت كنكبر شويه كنشوف التصويرات ديالي صغير، ما كنتش كنقول الشعر عرجع عليك حال، كان كيعيطوا لي وال زعره وال زعره وال زعره. شوف شوف كلوا عطاه عام مصر عام مصر. شوف انت مشي البلاد زيد 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 خرج. زيد اجمعي تاتي نص الصنداله انت الصنداله في رجلها عدتي اجيتها مروه على واحد الرجل كما شفتوا الداخل وهذه من هنا تهرس. شوف هذه واحد النهار كيفاش باش وقع على باش تهرست، جاوا قلتوا هنايا قلتوا له هنا في هذا القنت هذا وهي كتهرس. لا سيف لسنتك. الله الله ليمون حطيت لي. عبا يلا جيبوا الطابسي دابا نجنيوه جيب. حنا نجد لينكاسات. العام اللي جاز كان جابت عشي ستة الحبات هنا وستة الحبات فخرة ليهن، ولكن ديك ستة الحبات اللي جابت وتبارك الله قدو قد تفاح عجا غليظ تامر تامر، ودابا مع جابت بزاف جا رقيق. لان انا في الاول ما بغيتش نحيد منها خاف تخلي الله ما يجي رقيق ويجي بزاف، ولا لان انتم عارفين هذه الغراسة العام الثاني دابا ما يلا العام الثاني عندها تشوف تبارك الله جابت الخير. هنا واحد 3 سنين 4 سنين عاد تكون كبرات ترجع الشجره ديك الساعه تبقى تجيب صندوق ديالها اللنكاصه تبقى تجيبو تبقى تجيب صندوق ديالها طبعا نضربو عاد تبقى ديك الساعه ناكلو حنا وياكلو معنا العائله العائله. عندي جوج الاسماء بوعويه شوفوا تبارك الله ها شحال جابت وكلينا منها شحال كلينا منها في الاول. ابو اللنكاص عنده جوج الاسماء عنده بوعويه دو لا بوعويد بحدو اللنقص بحدو ابنتي هذا اللنقص ماشي بوعويد هذا اللنقص. هذه كانت عامره ولكن هذه جنينه منها وطلعت منها واحد الكيلو عاوتاني للوالده بقى فيها شي شويه. خير تبارك الله قضيه فيها التوصيل بقبق اجنتي كله كامل لا تخلي تجي بعدين. لا شحال خلي فيه وراه طايب راه طايب الا الا بقاي هذه صافي اي انا ناكل عندها ماما خسلو ابنتي واش شنو فيه واحد زعما عندنا فيه الدواء فيه لا والو لا والو فيه الدواء والله هذا بسم الله. هاو تاكل اللنقص هو 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 عليك اه كيفاش كتحرقك جيبوا للمشاهدين الدواء كيفاش كتحرقها. واو شوف شوف كحل كحل هذا الشيء غابره بنتي غابره والله غابره ها شنو كاين ها
بالعكس كيرجع الملك الساعة هما دابا سيقو الدروج سلاوهم دابا سيقنا الدروج والبيت خل دابا حنا مسالي باقينا غير طراسه ونخليها عيينه الصراحه وجانا الجوع ندخل نعملو ما ناكلو انا الجوع وحنا مسالينا خيرا سالينا والله الا الى تمر الكحله الصراحه دابا عملتلو الماكله خفيفه ظريفه البيضات بلديين وفوق منهم واحد التون بسم الله البيض والتون يلا دابا نقول شنو نقولوا لهم بالسلامه عليكم بالسلامه شكرا لكم على اللايكات ديالكم قولوا شكرا على اللايكات ديالكم شكرا على اللايكات ديالكم شكرا تلقوا في واحد الفيديو اخر عاوتاني